مرحبا حبايبي أصحاب برج السرطان، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. قبل ما نبدأ التوقعات، اشتركوا بالقناة إذا كنتم مشتركين، وسووا لايك إذا عجبكم الفيديو، وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات، وشنو القراءة القادمة اللي حابين نسويها، سواء كان أختر كارت أو حسب الحروف، لأنه حسب الحروف شوية هالفترة أشوفها مرغوبة أكثر. كتبوا لي بخانة التعليقات. اليوم راح نقرأ توقعات برج السرطان، طبعا على الصعيد العام، الصعيد الصحي، العاطفي، العملي. فخلونا هسه نبلش التوقعات. الطاقة العامة إلك يا برج السرطان، برج السرطان الطاقة العامة إلك هاي الفترة أشوف أنت برج السرطان، أشوف أنه أنت ممكن هاي الفترة ماخذ قرار، أو أنت دا تحس بقوة إلهية جايتك. ممكن تكون روحانياتك عالية جدا خلال هاي الفترة، وممكن هنا هم أشوف أنه لأنه من خلال طاقتك العاطفية اشوف انه انت ماخذ قرار، انه انت توازن حاليا بين العقل وبين العاطفة. انت دا تحاول توازن بين مشاعرك وعواطفك خلال هاي الفترة، واشوف اكو قرار اخذته من بعد تفكير، من بعد فترة طويلة ممكن من الانعزال، لانه هنا اشوفك انت طالع من حالة عزلة. برج السرطان ممكن تكون انت صار لك فترة متهرب او منعزل من شخص او اشخاص، او ممكن حتى يكون بصورة عامة المحيط اللي انت بيه موجود. اشوف كنت منعزل صار لك فترة طويلة، بس حاليا كأنه اشوفك راح تطلع من انعزالك. طبعا هاي بطاقة برج العذراء بالتالو، فممكن تكون انت تتعامل مع شخص من برج العذراء، وانت ماخذ قرار اتجاه هذا الشخص انه تقطعه، او ممكن كشفت شيء عن شخص من برج العذراء وهذا الشيء خلى صورته تختل بداخلك، يعني تغيرت صورتك عنه. اما بالنسبة للشخص اللي وراك، اشوف انه اكو عدم وضوح، اكو شخص عنده تساؤلات او عنده معلومات غير كافية. اشوف اكو شخص اخذ قرار او دي يحاول انه ياخذ قرار، بس ما اكو المعلومات الكافية عنده، اكو حقائق هو مش عارف، اكو نوع من التشويش. ممكن هاي ايضا تكون طاقة كلام واصلك، والكلام هذا ما بيصحى من شخص كاذب، فحاول انه الاخبار اللي تجيك خلال هاي الفترة او حتى اللي اجتك حاول انه تتحقق بها اكثر، لانه هنا أنا اشوف اكو الشخص اللي وراك اللي ممكن يكون الشريك او شخص بصورة عامة يقربك او يهمك، اشوف هذا الشخص دي يحس بفقدان حاليا، عنده فقدان، دي يحس بالخسارة بالالم، وممكن تكون انت منعزل عن هذا الشخص، وهذا الشخص ما يعرف سبب انعزالك شنو، فهذا الشيء مسبب له تعب نفسي. هو ما قاعد يعرف انت على شنو انعزلت من عنده، ليش تركته، هو ما متوازن، هذا الشخص قاعد يبحث عن التوازن خلال هاي الفترة. طبعا هاي بطاقة برج القوس ايضا، في حال كنتوا تتعاملون ويا احد هاي الابراج، طبعا مو شرط الابراج، اهم شيء القراءة تنطبق عليكم. وهنا طاقة برج الدلو او الجوزاء. فهاي كانت الطاقة العامة اللي انت بها حاليا. بلش على الصعيد، راح ابلش لكم بالصعيد العملي، الصعيد الصحي والعائلي، حتى بعدها نبلش مباشرة نحكي لك قصتك العاطفية. على الصعيد العملي يا برج السرطان، اشوفك مقيد جدا خلال هاي الفترة. انت على الصعيد العملي اشوف البعض من عندكم ممكن قبل فترة بسيطة انت خسرت عملك بسبب اقاويل، بسبب اشاعات، بسبب منافسين، او ممكن تكون تعرضت حتى الخسارة مادية، وهاي الخسارة مأثرة عليك بشكل كبير. هاي للناس اللي عندهم شراكات او يعني عندهم عمل خاص بهم. اما بالنسبة للناس العامة اللي هي ممكن يكونوا الموظفين او شيء، قاعد اشوفك انت خلال هاي الفترة دا تحس نفسك مقيد، او عندك ليمت معين للمصاريف، دا تحاول انه تمشي مصاريفك بالعافية، يعني شلون نقول بالعافية، احنا يعني تعافر على مود في سبيل انه مصاريفك هذه تكفيك لاخر الشهر. كلنا نعرف انه احنا حاليا بازمة، فممكن هاي الازمة المادية مأثرة عليك. طبعا الورقة اللي طالع هناك للمال هي ورقة السفن وفوند مقلوبة، فاللي قاعد اشوف انه انت قاعد تحاول 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 حتى توازن امورك المادية، او حتى انه تخلي ليمت معين للمصاريف حتى ما تحتاج، ونفس الوقت تكون يعني شلون اوصف لك اياها، انه حاجاتك او احتياجاتك بالبيت، او سواء بالبيت او اذا كنت انت مثلا عندك مسؤوليات اتجاه العائله، لان البعض منكم اشوف عنده مسؤوليات اتجاه العائله طلعت لي بالاسره، فده تحاول تساعد، فده تحاول انه تخلي وضعك المادي مستقر حاليا، وعندك تفكير كلش كبير بالماده ومؤثر عليك هذا
التفكير بشكل سلبي حتى على الصحة، فحاولوا انه تفكرون بإيجابية شوية خلال الفترة اللي جاية، يعني خلوها على الله. اشوف اكو مساعدة من شخص من العائلة، مقرب من العائلة، راح يمد ايده وراح يساعدكم بمبلغ او ممكن بإشي ثاني، اذا كنت مثلا رايد وظيفة او شغل، خاصة للناس اللي خسروا شغلهم اشوفه بسبب اقاويل، او حتى خسروا ممكن خسارة مالية، اشوف اكو شخص راح يحاول يساعد برج السرطان حتى يطلعه من الازمة اللي هو موجود بها حاليا، واللي هي تشمل العمل والمادة. بالنسبة للصعيد الصحي إلك يا برج السرطان، اللي أشوفه إنه أنت صحتك حاليا متأثرة بالحالة النفسية بالدرجة الأولى. البعض منكم يا برج السرطان طالع له هنا سيناريو موجود إنه أكو كلام وصل إلك أو انحكى عنك، الكلام هذا كان بيظلم، وهذا الكلام حاليا موجع راسك يعني بالمعنى النفسي وبالمعنى الجسدي. أشوف أكو كلام أو أقاويل طلعت على برج السرطان بآخر فترة، وهاي الأقاويل أو حتى المكالمة اللي إجت أو الرسالة مأثرة على صحته بالدرجة الأولى. فالبعض من عندكم أشوف قاعد يعاني حاليا من كثرة التفكير، أرق، ما يقدر ينام، بعض منكم أشوف عنده صداع. أما البعض الثاني من برج السرطان أشوف عندك آلام بالعظام خلال هاي الفترة، حاول تنتبه عليها شوية، وحاول إذا زادت عندك هذه الآلام إنه تتجه إلى طبيب استشارة طبية، بس إن شاء الله الأمور طيبة، يعني لا تخافون، الله يعطيكم الصحة والعافية. بس هي مجرد أشياء ممكن أنا أنبهكم عليها حتى بالفترة الجاية تنتبهون على نفسكم وممكن تتفادون شيء أكبر. فالبعض منكم أشوف قللوا من القلق النفسي اللي موجود عندكم، لأن هذا الشيء قاعد يأثر عندكم، أرق على منطقة الرأس، صداع، وبسبب قلت لكم أقاويل أكو على برج السرطان، أكو ناس دا تحاول توقع بينك وبين شخص أو حتى تسبب لك مشاكل بالعائلة. احذر من هاي الطاقة شوية واحذر من هدول الناس، وحاول إنه تخلي حد للناس اللي موجودين بحياتك بالفترة الحالية، لأنه ممكن يطلع عليك كلام يوجع راسك بالفترة الجاية. بس اطمن، انا اشوف انه انت قد التحدي، فراح تقدر تصد هاي الاشاعات والاقاويل، بس هذا لا يمنع انه هي ممكن تأثر على حالتك النفسية. اما بالنسبة للصعيد العائلي، برج السرطان اشوف على الصعيد العائلي امورك راح تبلش تتوازن، اكو مصالحات مع البعض، البعض منكم اشوف عنده مشاكل صار لفترة ممكن ويا اخ كبير او ويا الاب، شخصية الاب او الاخ الكبير، بس اشوف اكو مصالحة. اما بالنسبة للناس اللي متزوجين اشوف اكو مساعدة راح تكون، اكو شخص راح يقدم مساعدة لكم، قلت لكم اياها على الصعيد العمل ايضا، شخص من العائلة اشوف راح يقدم لك مساعدة بمبلغ مالي، راح ينطيك اياه حتى تمشي امورك بيه خلال هاي الفترة، واللي قاعد اشوفه انه انت راح تقبله. هذا الشخص كبير بالسن، اشوفه اكبر من عندكم، والفترة الجاية خلال يعني 8 ايام راح يكون لك تواصل ويا هذا الشخص، وممكن انه راح يساعدك بمبلغ مالي يخليك تمشي امورك بالفترة الحالية. هسه ننتقل للصعيد العاطفي. على الصعيد العاطفي اشوف اني عندي مقسومة القراءة العاطفية الى نصفين، للمنفصلين صار لهم فترة، ولل يعني الناس اللي هسه مرتبطين اوريدي بعلاقة هم موجودين. فخلي أبلش لكم أول مرة بالناس اللي هم أساساً بعلاقة الفترة الحالية، يعني مرتبطين. يعني أشوف أنه الناس اللي حالياً بعلاقة أنتوا قاعد تتعاملون ويا شخص عنيد، ممكن يكون أكبر منكم بالسن هذا الشخص، أو ممكن يكون بينكم وبينه فرق يعني بالسن، ممكن هو أكبر أو أنتوا أكبر، بس اللي قاعد أشوفه أنه أكو شخص مغرور، متكبر جداً، عنيد، وهو يحكي بكلمة آني آني آني، يعني من النوع اللي صعب يعبر عن مشاعره، وحتى من يعبر عن مشاعره تحس انه اكو بيها غرور، يحسسك انه هو اكو مني بالمشاعر اللي هو دا يقول لك اياها. هو هذا الشخص اني اشوف انه عنده مشاعر اتجاهك، هذا لا يمنع انه هو مشاعر اتجاهك موجوده، ولكن هو من النوع اللي عنده كبرياء، الكبرياء زايد عن حد لدرجة انه هو ما يقدر يعبر لك عن مشاعره، هو يستحي يعبر عن مشاعر الشخص. ممكن هذا الشخص من النوع اللي يقول لك اني اذا
أعبر عن مشاعري وأبين ضعفي لهذا الشخص، فهذا الشخص باكر راح يستغلني، راح يتعبني. أشوف إنه هذا الشخص ممكن كانت عنده مشاكل بعلاقات سابقة، وهاي المشاكل اللي عنده صارت وياه سابقا بسبب اهتمامه زائد بالناس، خلته خلال هاي الفترة هو خايف إنه ينطي مشاعر، يعني مصدر وجه خشب للناس، رغم إنه هو أكو مشاعر بداخله. البعض منكم أشوف أنتو عندكم زعل ويا هذا الشخص، صار لكم فترة ممكن 7 أيام أو شي رقم، يعني أكو شي برقم 7 طالع لكم هنا أكثر من مرة تكرر. فهذا الشخص أشوف إذا صاير بينكم زعل، هو يريد يجي يقدم صلح. طبعا هاي مو للمنفصلين، للمرتبطين، وحاليا أكو بينهم تباعد. يريد يتقدم هذا الشخص خطوة تجاهك، يريد يصالحك، هو مقدم لك كاس الحب، يريد يصالح، ولكن شوية عنده نوع من الكبرياء. هو ده يقول انه خلي انتظر شوية هو راح يجي، انتظر شوية هو راح يبادر، هو راح يجي مسج، هو راح ينطيني اشارة حتى انا ادخل. فهو منتظركم هذا الشخص. طبعا الحلو انه العلاقة اللي بينكم وبين هذا الشخص، رغم انه قلت لكم هو ممكن يكون عنيد ومتكبر شوية، ده هو تعبان بحياته هواية، هذا الشخص أشوف يعني تعبان بحياته وتعبان على نفسه. فلهالسبب هو يشوف الناس بطرف عينه، يعني هو من يباوع حتى على الشخص تحسه يباوع بطرف عينه. وممكن أيضا يكون هذا الشخص من برج الحمل اللي أنتم تتعاملون وياه همينه، إذا كنا نحكي على أبراج، فطالع لكم برج الحمل، يعني هو طاقة هذا الشخص طاقة الإمبراطور طالع، فهو كلش معظم نفسه، يعني هو شيء كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، مهما كان هذا الشخص مواصفاته زينة. بس انه من يوصل لمرحلة انه يستحي في يقول المشاعر ما يعبر عنها، فهذا الشخص اكو عنده مشكلة من الطفولة ممكن مأثر عليه بحياته، او مر بعلاقة فاشلة. وهنا هم ايضا طلع لي انه هو ممكن يكون سابقا مر بعلاقة فاشلة، ضيع بيها وقته، ضيع بيها تعبه وهتم، ولكن الطرف الثاني جاذاب انه ممكن خذله او خيب ظنه. فهذا الشيء اللي مخليه حاليا هو يستصعب انه هو يفتح قلبه للحب مرة ثانية، مخليه متردد انه هو يعبر عن المشاعر حاليا. بكل الاحوال البعض منكم، طبعا القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية، لان هواي ناس كتبولي بالتعليقات انه القراءة عكسية، القراءة عكسية، ممكن القراءة العاطفية تكون عكسية، ممكن تكون انت الشخص اللي انا دا احكي عليه واقول شريكك، انتو ادرى، انتو تعرفون اكثر، لان هاي قراءة عامة، فمستحيل تنطبق عليكم كلكم، تنطبق على جزء من عندكم فقط، يعني ممكن تنطبق نسبة 50% 30%، بس ما راح تنطبق 100% عليكم. هاي بالنسبة للبعض الاول. اشوف هذا الشخص بالنسبة للمرتبطين اكو صلح بعد تباعد صار بيناتكم، ممكن صار لكم 7 ايام او ممكن اكثر، يعني الله اعلم حسب المدة اللي انتم متباعدين بها. اشوف من بعد تباعد هذا الشخص ممكن راح يقرر انه هو ياخذ خطوة يعبر لك عن مشاعره، واخيرا بعد فترة بعد تعب، بس ما اشوفها حتجي بطريقة مباشرة، راح يبلش خطوة خطوة. هو ما يحب، مو من النوع اللي يحب التسرع، هو شوي ثقيل قاعد بمكانه، فراح يبلش. طبعا هو مراقبك هسه حاليا ومنتظر منك اشارة، او منتظر انه انت تدخل له، بس راح يستسلم اخر شيء، وراح يدخل وراح يصير صلح بيناتكم. هاي بالنسبة للناس اللي مرتبطين بعلاقة مو منفصلين، وانما اكو زعل او فتور بالعلاقة صار لفترة، اكو مصالحات راح ترجع من بعد عناد، سواء من ناحيتك او من ناحيته. اما بالنسبة للبعض الثاني، اشوف البعض منكم يا برج السرطان دا تحاولون تتهربون من شخص صار لكم فترة، دا تتسحبون من العلاقة شوية شوية، لأنه هاي العلاقة أشوفها مأثر عليكم هواية خلال هاي الفترة، دا تفكرون بها هواية، ممكن عندكم تخوف أو تردد اتجاه شخص معين مخليكم متسحبين من هاي العلاقة. فالبعض من برج السرطان أشوفك دا تحاول تطلع من علاقة الشخص هذا، ما أشوف الغلط منه 100%، أشوف الغلط بيك، ولكن ممكن هذا الشخص اللي انت قاعد تتعامل وياه او اللي منفصل، طبعا هذا سيناريو ثاني، لان قلت لكم هي انقسمت قسمين القراءة العاطفية، يعني ناس طاقة منها وطاقة منها. فهاي طاقة الشخص اللي انت قاعد تحاول تتهرب من عنده، تتسحب منه، او ممكن دا تحس انه هذا شخص متلاعب وياك، بس هذا الشخص وجوده بحياتك مو صدفة،
انت وهذا الشخص ملتقين بأمر من الله، يعني الله هو اللي مسبب انه انتوا تلتقون، لانه هذا الشخص يريد يعلمك درس. اما ممكن برج السرطان يكون سابقا كان ظالم احد، مأذي احد بموضوع ما، بعلاقة ما، فاجا هذا الشخص بطريقك حتى يعلمك درس، يسوي بيك يعني هنا اكو كارما. دا احس اكو كارما بالعلاقة بالفئة الثانية، الطاقة الثانية، اكو كارما من شخص موجود بحياتك انت دا تحاول تتسحب من عنده، انت دا تحاول انه تطلع من العلاقة لان هذا الشخص تعبك. بس هذا الشخص اللي دا يسوي بيك واللي وجوده حتى بحياتك، انت ممكن تكون مريت بعلاقة سابقة كنت انت قاعد تسوي بالشخص الثاني مثل ما هو هسه قاعد يتعامل وياك، شنو تتعامل ويا العلاقة القديمة اللي كانت عندك بنفس الطريقة اللي هذا الشخص حاليا قاعد يتعامل وياك بها. فانت دا تحس انه اكو شلون الحق قاعد ينرد حاليا، او ظلم انت كنت ظالم شخص قاعد يرجع. طبعا القراءة ممكن تكون عكسية، ممكن تكون انت اللي تريد تعلم هذا الشخص درس، او راح تعلمه درس من بعد شيء بالماضي كان مؤثر عليه وتعب. هذا الشخص اللي موجود اشوف انه هو بالفترة الحالية الناس اللي قاعد تتسحب، دا احس انه هذا الشخص بلش ينسحب هو ايضا من العلاقة من بعد ما حس انه انتو قاعد تتهربون منه او تتباعدون، يعني شاف طرف الخيط هو سبقكم. فدا احس انه هو حاليا منسحب، دا يخطط للانسحاب، ده يخطط للابتعاد، لأنه هو قاعد يشوف أنه العلاقة اللي بيناتكم ما تستحق المجهود اللي هو قاعد يبذله. لأن قلت لكم أنتو ممكن البعض منكم قاعد يتعامل بطريقة مو طريقته الحقيقية، وإنما طريقة شخص كان بحياته سابقا وكان يعاملك بهاي الطريقة يا برج السرطان. فأنت قاعد تعيد هاي الطريقة بهذا الشخص كرد، أنه ممكن كرامة ممكن نقولها، يعني تجهيجي. بس هذا الشخص انا اشوفه هو طيب، قلبه طيب، وهو عنده خيبات امل سابقة، وحاليا هو مجروح من عندك زعلان. لان قلت لك هنا حتى بالطاقة العامة اكو شخص مستغرب، انه مستغرب تصرفاتك، ما عنده وضوح، هو ده يحس بخسارة وفقدان بس ما عنده معلومات كافية. هو ما قاعد يعرف شنو سبب انسحابك عنه هاي الفترة، هو ماكو رؤية واضحة عنده، انت تارك له طاقة تشويش. لازم هذا الشخص يعرف الشيء اللي انت دا تسويه هذا شنو سببه. فلهالسبب هو ماخذ طاقة الانسحاب، هو دا ينسحب، هو دا يخطط انه ينسحب من العلاقة، لانه شاف انه العلاقة بيناتكم متعبة هاي بالدرجة الاولى. ثانيا دا يحس انه المجهود اللي قاعد يبذله بهاي العلاقة ما راح يجيب نتيجة، هو قاعد يستنزف، يستنزف نفسه، يستنزف مشاعره، قاعد يحس انه هاي العلاقة مستنزفة الى صارت. فلهالسبب هو قاعد يحاول ينسحب حتى ما يحصل العشر سيوف اللي حصلها سابقا من شخص غيرك. فلهالسبب هو بلش ينسحب لان يعرف انه العلاقة بينكم راح تنتهي، فيحاول انه ينسحب من العلاقة باقل الخسائر حتى ما تأثر عليه زايد. فللناس اللي ينطبق عليها هذا السيناريو، حاول انه تكون واضح ويا هذا الشخص، واذا كان هذا الشخص مهم بالنسبة لك فانصحك انه تترك الانسحاب اللي انت بيه، اللي الانسحاب التكتيك اللي مسويه، وتروح تحكي ويا هذا الشخص، تحكي له مشاعرك بصراحة، او حتى ممكن لا ترجع له بس انطي سبب يخليه يفهم انت ليش قاعد تتصرف وياه بهاي الطريقة وليش هيك قاعد تنسحب منه. انطي سبب يقنعه، حتى لو كنتوا مثلا يعني تريد تنفصل منه، او انت هذا الشخص ما مقتنع بيه تماما، او ما زلت تفكر بالماضي، لان هنا اكو دورة قاعد تنعاد. فانت ممكن اكو شخص من الماضي قاعد يلعب بعقلك حاليا، وهذا الشخص يكون علاقة جديدة، فانت قاعد تعب الشخص الجديد بدون سبب وما لذنب، مجرد انه اكو شخص من الماضي رجع يتسحب بحياتك وقاعد يمارس عليك يعني هنا العاب يعني عقلية، انه يعني يلعب بعقلك شوي، لان هذا الشخص اساسا كنت تتعامل وياه هو متلاعب. فانت حاول انه تكون صريح ويا هذا الشخص لا تظلمه، لانه اذا ظلمت الكارما راح تنرد عليك مرة ثانية. يعني هذا الشخص اذا انت جرحته راح تنرد لك مرة ثانية، انت راح تنجرح ايضا.
فحاول تكون صريح ويا هذا الشخص، حاول انه ما توصل للعشر سيوف، لان هو هسه خايف من النهاية اللي ممكن تكون بيناتكم لهالسبب قاعد ينسحب، شافك انت منسحب، بده يشوف انه تعبه بالعلاقة ما قاعد يجيب نتيجة وياك، انت ممكن معاند، ممكن انت مصر على انه تنفصل عنه بس بدون سبب واضح، انطيه سبب واضح وبعدها انفصل، وان شاء الله يعني الله اللي بخير لك يقدمه. بس يا برج سرطان نصيحتي لك هاي القراءة، نحاول ما تظلم احد. ايضا برج السرطان البعض من عندكم، انا نسيت اقولها بالبداية، اكو عندك احباط، اكو موضوع صار لأربع اشهر انت منتظر خبر عنه او منتظر انه هو يكمل، بس اكو احباط، اكو يعني صفحة بحياتك او شيء ما بحياتك انت دا تخطط له او منتظره، قاعد يصير بيه احباطات، قاعد يتأخر هواية، كل ما قاعد تحس انه الموضوع اكتمل قاعد يتراجع الموضوع وينتهي، يعني يوقف بمكانه، الموضوع واقف ما قاعد يتحرك، مجرد احباط وتأخيرات، فهذا الشيء هو اللي مأثر على نفسيتك حاليا. اذا كان هذا الشيء هو الاساسي اللي مأثر على نفسيتك فاطمن، ده يقول لك انه حاول تفكر بإيجابية للمستقبل، الفترة الجاية الامور حتبلش تتحرك وياك، بس الموضوع كله محتاج صبر، انت عليك فقط ان تصبر، بعد هذا الصبر امورك راح تبلش تتحسن تدريجيا، ولكن احرص على انه انت ما تظلم الشخص اللي موجود بالفئة الثانية، اذا كنت انت من اصحاب الفئة الثانية فحاول لا تظلم هذا الشخص، حاول تكون واضح وصريح وياه وتقول له شنو سبب ابتعادك عنه، اذا كنت انت شايل منه او زعلان، لانه هنا انت منسحب، هذا انت متصاحب يعني انت زعلان، او ممكن قاعد تراجع، ممكن راجعت نفسك وحسيت انه هو مو الشخص اللي انت تدور عليه، فصارحه بهذا الشيء وانسحب من حياته بعدين بهدوء. كل التوفيق لكم برج السرطان، تحياتي لكم، وان شاء الله الشهر يعدي عليكم بخير وسلامه ويكون احلى من الاشهر اللي قبلها، والله يحفظكم بظل هاي الازمات اللي قاعد نعيشها حاليا وينطيكم الصحه والعافيه.